بسم الله الرحمن الرحيم. انا والد عائشه عبد الله عبد السميع، طالبه في سنه ثانيه ثانوي وازهري، وهي حافظه كتاب الله سبحانه وتعالى. اخذوها في حركه 7 الصبح وحكموا عليها، حسبنا الله ونعم الوكيل. هم كده مفكرين ان هم لما بيعملوا كده بيحاولوا يسكتونا، احنا مش ممكن نسكت، لان احنا نزلنا في 28 يناير في 2011 عشان نادي بالحريه والعيش والعداله الاجتماعيه. هم كده بعد ما كان في 5 تحقيقات، الرئاسة الجمهورية والدستور والاستفتاء ومجلس الشعب ومجلس الشورى، بجرة قلم عاوزين يلغوا ده كله. احنا مش ممكن نسكت، وبناتنا مش ممكن تسكت، ولو حبسونا كلنا احنا برضه هننزل ونقول يسكت يسكت حكم العسكر. في جلسة الاستئناف القديمة؟ نعم؟ متوقع ايه في جلسة الاستئناف؟ والله احنا دول ما تتوقع أي حاجة منهم، لأنه ما لهمش كلمة. يعني احنا كنا في الجلسة والقاضي خلاص، يعني احنا افتكرنا ان هو هيديهم براءة، ولكن فضلوا يأجلوا لغاية مداولة لغاية بعد المغرب، وبعد كده قالوا لنا الحكم الجائر اللي احنا كلنا سمعناه على الفضائيات، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فأنا ما أقدرش أقول لك هم متوقع أي حاجة. بعد اللي حصل ده تتوقع أي حاجة ممكن تحصل منهم. ولو حكموا على بناتنا طول العمر احنا هننزل ونقول يسقط يسقط حكم العسكر. جزاكم الله خير.